أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وجاحدي إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. نتقدم إلى ساحة القداسة إلى مولانا وسيدنا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه بأصدق التهاني والتبريكات في ذكرى هلاك عدوة الله وعدوة أهل البيت، سيدة نساء أهل النار المدانة من فوق سبع سماوات، عائشة الحميراء بنت أبي بكر لعنة الله عليهما. يصعب علينا وعلى كل شخص أن يعدد جرائم هذه المرأة الخبيثة. ماذا أقول وماذا أعدد أو أذكر؟ أذكر سمها لرسول الله صلى الله عليه وآله وقتلها إياه؟ أذكر إيذاءها لسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها حتى أبكتها؟ أأذكر خروجها على أمير المؤمنين صلوات الله عليه وتسببها بمقتل 30,000 نفس من المسلمين؟ أأذكر فرحها وسرورها حين علمت استشهاد الزهراء صلوات الله عليها؟ أأذكر سجدة الشكر التي سجدتها يوم بلغها أن عليا قتل في محرابه؟ أأذكر رميها بنفسها أول سهم على جنازة الإمام الحسن صلوات الله عليه؟ ولولا ما فعلت كما ذكر المؤرخون لما تجرأ القوم على ذلك، لكنها ضاهت فعل حرملة يوم عاشوراء. حرملة حينما رمى السهم وقال اشهدوا لي عند الأمير بأني أول من رمى، فتح باب الرمي على أهل البيت. كذلك فعلت عائشة يوم حملت جنازة سبط رسول الله. أأذكر مجونها وفسقها الذي سودت به التاريخ؟ أأذكر كيف كانت تتسكع في الطرقات؟ أأذكر قضايا رضاع الكبير وما أدراك ما رضاع الكبير؟ أأذكر كذبها على رسول الله بآلاف الأحاديث التي شوهت سمعة رسول الله وفتحت باب المطاعن على شخصية النبي الأقدس صلى الله عليه وآله؟ لا يسعني أن أعدد جرائم هذه المرأة، هذا أمر صعب. وما أخفاه التاريخ من جرائمها أكثر وأكثر. ولكن ما يهمني أيها الإخوة في هذه الكلمة أني أريد أن أثبت
أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار، بل هي في قعر جهنم. هذا الشعار الذي ترونه ليس مكتوبا من فراغ، هذا شعار ينبني على أدلة من الكتاب والسنة. وها هنا أعرض لكم ثلاثة أدلة وبراهين تثبت بما لا يدع مجالا للشك عند كل منصف، عند كل مسلم يعتقد بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. تثبت هذه البراهين الثلاث أن عائشة اليوم والآن في هذه الساعة هي في جهنم. هذه البراهين اثنان منها انتقيتها من مصادر أهل الخلاف، حتى لا يتنطعن أحد منهم بالقول إنما تثبتون أن عائشة في النار بناء على ما ترونه أنتم. برهانان أعرضها هنا من كتبهم وعلى مبانيهم يثبتان أن عائشة في النار، وأختم ببرهان ثالث من كتبنا. دققوا جيدا، هذه معلومات تفيدكم. البرهان الأول أو الدليل الأول، عائشة من جملة ما كذبت به على رسول الله صلى الله عليه وآله أنها زعمت أن رسول الله قد سحر، أن اليهود قد سحروا رسول الله ودامت مدة سحره 6 أشهر، وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وكان يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولا يأتيهم، أي أنه خولط في عقله سحر، صار مسحور. هذا الأمر الذي زعمته عائشة واتهمت به رسول الله صلى الله عليه وآله لا يسع أحدا من المخالفين أن ينكره، لأنه وارد في أصح كتبهم ومصادرهم على الإطلاق، وهو الكتاب المعروف بصحيح البخاري. افتح هذا الكتاب في المجلد الرابع الصفحة 91 في باب صفة إبليس وجنوده. لماذا أدرج البخاري هذه الرواية أو هذا الحديث تحت هذا الباب؟ لأن السحر كما نعلم هو من الشيطان، الساحر إنما يستعين بالشيطان بقدرات الشيطان حتى يصيب المسحور بسحره، فهذه من صفة إبليس وجنوده. تخيلوا أنهم استطاعوا أن يسيطروا على رسول الله ويسحرونه. تقول عائشة: سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. أيضا في صحيح البخاري في الجزء السابع الصفحة 29 تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، يعني كان يتخيل ويتصور أنه قد باشر نساءه والحال أنه لم يباشرهم. لماذا؟ لأنه أصبح رجلا مسحورا. في هذا الحديث البخاري أدرج تعليقا لسفيان بن عيينة راوي هذا الحديث، يقول: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله على حد زعم عائشة سحر بأشد ما يكون من السحر. طيب أيها الإخوة، إني أنادي هنا المسلمين أقول: كيف تصدقون عائشة في زعمها هذا؟
عائشة حينما تدعي أن رسول الله قد سحر هي بذلك تناقض القرآن وتضاهي قول الكفرة المشركين، تثبت أن للشيطان سلطة على رسول الله، قدرة على رسول الله لأنه سحره. هل هذا يقبل؟ أن يتسلط الشيطان على المؤمن الذي أخلص إيمانه، فهذا أمر محال نفاه القرآن الحكيم. فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله سيد المؤمنين؟ هذا أمر صعب القبول. ولذلك تجدون أن بعضا من علماء المخالفين رفض هذه الروايات من عائشة. أنا إنما نقلت لكم روايتين من رواياتها في هذا المعنى، وإلا روايات كثيرة عندها في إثبات أن رسول الله سحر والعياذ بالله. رفض بعض علمائهم ذلك. لماذا؟ لأنه إذا سلمنا بهذه الروايات فهذا فيه إبطال للنبوة، ليس نبيا ذلك الذي تسيطر عليه الشياطين، ليس نبيا ذلك الذي يتمكن اليهود أو أعداؤه من سحره، هذا ليس نبيا، هذا لا يمكن. الله تبارك وتعالى ماذا يقول بالنسبة إلى الشيطان؟ يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن الشيطان لا يمكن أن تكون له قدرة على المؤمن الذي يتولى الله، وإنما قدرته على ذلك الذي يتولاه، ذلك العاصي، ذلك المذنب، ذلك الكافر، ذلك المنافق، ذلك الجاحد. إذا أثبتنا أن رسول الله سحر فمعنى ذلك أن الشيطان كان له سلطان عليه، فإذا يبطل كونه مؤمنا بنص القرآن الكريم. هذا الذي أرادته عائشة، أرادت أن تبطل نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. تتصور هذا الأمر هين؟ الله الذي في قرآنه وعد نبيه وقال فسيكفيكهم الله، الله يكفيك شر الشياطين والسحرة والكافرين والمنافقين، عائشة هنا تريد أن تقول الله لم يكفي نبيه، تكذب بالقرآن. ضاهت بذلك قول من؟ قول المشركين الظالمين. الله حكى ذلك في القرآن. من الذي اتهم النبي بأنه ساحر مجنون؟ وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فعائشة على هذا ماذا؟ عائشة اصطفت مع المشركين الظالمين الذين اتهموا الرسول صلى الله عليه وآله وقالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. عائشة هكذا تقول إن تتبعون إلا رجلا مسحورا سحره اليهود، اليهود قدروا عليه. إذن عائشة بهذا تكون ظالمة، تكون كافرة، ضاهت قول الكفار، وهذا أمر مرعب. هذا يثبت أن عائشة لم تكن تعتقد أصلا بنبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. المسلم لا يعتقد بأن نبيه سحر أساسا. نحن مشكلتنا الآن مع النصارى واليهود والملحدين أعداء الدين، أعداء الدين الإسلامي الذين يطعنون في خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، ماذا يقولون؟ يقولون هذا الذي أوحى إلى نبيكم لم يكن الله، هذا شيطان من الشياطين أوحى إليه، هذا السحر وشيطان كان يوحي إليه والعياذ بالله وجاء بهذا الدين الجديد، هذا ليس نبيا حقيقيا، ليس نبيا صادقا. ومن جملة ما يستدل به أعداء الإسلام في إثبات مطلوبهم هذا روايات عائشة هذه، تقول انظروا زوجته تقر عليه بأنه سحر، زوجته تقر عليه بأن الشيطان كان له سيطرة عليه. فبهذا عائشة فتحت الباب على مصراعيه أمام كل عدو لرسول الله وكل عدو للإسلام والمسلمين. عائشة فتحت بهذا باب الشك في نبوة خاتم الأنبياء.
عائشة فتحت بهذا باب الطعن في نبوة خاتم الأنبياء، فصارت بهذا ظالمة بل ملحدة بناء على مقاييس أهل الخلاف. انظروا ماذا يقول أبو بكر الجصاص أحد علماء المخالفين في كتابه المعروف أحكام القرآن في الجزء الأول الصفحة 60، يشكل على هؤلاء الذين قبلوا هذه الروايات، روايات عائشة في سحر النبي. يقول: وقد أجازوا من فعل الساحر ما هو أطم من هذا وأفظع، وذلك أنهم زعموا أن النبي عليه السلام سحر، وأن السحر عمل فيه حتى قال فيه: إنه يتخيل لي أني أقول الشيء وأفعله ولم أقله ولم أفعله. إلى أن يقول أبو بكر الجصاص، يقول: ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين. هذه كلمة نحاسبهم عليها. ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين تلعبا بالحش والطغام والطغام واستجرارا لهم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام والقدح فيها. إذن أبو بكر الجصاص من كبار علماء المخالفين، صاحب كتاب أحكام القرآن، يقول إن مثل هذه الأحاديث من وضع الملحدين. الآن إذا سألت مخالفا، وخصوصا إذا كان وهابيا قد طالت لحيته، تقول له أنه هذه الأحاديث من وضع من؟ يقول لك: لم يضعها أحد. يعني هذا الحديث الذي يرويه البخاري وينتهي بسنده إلى عائشة، هل تحتمل أنه أحد هؤلاء الرواة كذب على عائشة؟ يقول: لا، كلهم ثقات عندنا وكلهم صادقون. رواية بالبخاري، البخاري لا يخرج إلا عن الصادق الثقة. إذن القول قول عائشة حتما، لا بد أن يعترف بأنه قول عائشة حتما، لا يقول بأن أحدا وضع هذا الحديث على عائشة أو كذب على عائشة، وإلا يتخلى عن كون البخاري صحيحا. يقول البخاري: لا، ليس صحيحا، مو كله صحيح. إذن يثبت بهذا أن عائشة قد وضعت هذه الأحاديث، الحديث منسوب إليها، هي التي قالته كما يقول البخاري. طبق كلام أبي بكر الجصاص على هذا، تعرف بأن عائشة ملحدة، والملحد في النار، بعد ما لا نحتاج إلى أن نناقش في ذلك. أيضا يقول عالم آخر من علمائهم، هو أبو بكر الأصم، في كتاب المجموع للنووي في الجزء 19 الصفحة 243، يقول: إن حديث سحره صلى الله عليه وآله وسلم المروي هنا متروك لما يلزمه من صدق قول الكفرة أنه مسحور، وهو مخالف لنص القرآن حيث أكذبهم الله فيه. إذن هذه الأحاديث لا تجتمع مع القرآن، هذه أحاديث تناقض القرآن، وليس هنالك احتمال أن أحدا قد وضعها على لسان عائشة، قد كذب على عائشة، الأحاديث أحاديث عائشة. طبق هذا على هذا، تعرف بأن عائشة ملحدة ظالمة كافرة، لأنها بهتت رسول الله واتهمته بأنه قد سحر، ضاهت بهذا قول الكفرة المشركين، وما دامت ملحدة كافرة مشركة ظالمة فهي بالنار بالاتفاق بناء على هذا البرهان. هذا هو البرهان الأول الذي أثبتنا فيه أن عائشة في النار. إذن من اليوم رايح، إذا واحد من المخالفين يقول لك: أنتم تتهمون عائشة أنها في النار، ما دليلك؟ قل له: دليلي أنها اتهمت الرسول بأنه سحر، وهذا قول الكفرة الملحدين باعتراف علمائكم. هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني، وأيضا من كتب أهل الخلاف، رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يحذر عائشة من سلاطة لسانها. للعلم، عائشة كان لسانها قذرا فحاشا سبابا إلى أقصى درجة،
كانت امرأة قليلة أدب تسب على المليان. فرسول الله صلى الله عليه وآله كما نرى في صحيح مسلم في الجزء السابع الصفحة الخامسة كان ينصحها ويحذرها، فقال لها: يا عائشة لا تكوني فاحشة، يا عائشة لا تكوني فاحشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش، لا يكن لسانك قذرا. مع ذلك، مع كل هذه التوصيات النبوية، مع كل المحاولات التي بذلها رسول الله صلى الله عليه وآله لاستصلاح هذه المرأة، ذيل الكلب لا يعتدل. مهما حاول معها رسول الله ما كفاية، ردت على عادتها، عادت حليمة لعادتها القديمة وعادت عائشة إلى لسانها القذر، فكانت تسب حتى أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن أنا هم أدري، في كل العالم يتكلمون، هذا الشيخ الرافضي ياسر الحبيب يسب أمهات المؤمنين ليل نهار، يقولون هذا الكلام عني. ليش يسب أمهات المؤمنين؟ أنا ما سببت إلا عائشة، ما سببت كل أمهات المؤمنين. وثم على فرض وحفصة طبعا، لأنه كلاهما يعني وجهان لعملة واحدة. فالمهم، لماذا تحاسبوننا على أننا على فرض سببنا عائشة وحفصة، هاتين المرأتين الخائنتين اللتين ذمهما الله تبارك وتعالى في كتابه، ولا تحاسبون عائشة نفسها التي كانت تسب أمهات المؤمنين؟ انظروا إلى سباب عائشة لأم سلمة رضوان الله تعالى عليها، أليست أم المؤمنين؟ لماذا يعني تأخذكم الغيرة على عائشة، ما تأخذكم الغيرة على أم سلمة مثلا؟ عائشة كانت تسب أم سلمة، كانت تسب صفية، كانت تسب زينب بن جحش، كانت تسب خديجة الكبرى صلوات الله عليها، كانت تسب بل اتهمت مارية القبطية سلام الله عليها بالفاحشة والزنا، ما تأخذهم غيرة على هذا؟ ما يقولون عائشة كافرة، عائشة سبت الصحابة، عائشة هم سبت الصحابة للعلم، سبت عثمان، قالت اقتلوا نعثلا فقد كفر، شبهته بالرجل الأحمق، النعثل الرجل الشيخ الأحمق، سبت محمد بن أبي بكر أخوها سبته، سبت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما. اقرأوا التاريخ، تاريخكم مو تاريخنا، تاريخ علماءكم، شوفوا ماذا سطروا. أبدا، ما دام عائشة الله يغفر لها، لا مو مشكلة، يعني عندها واسطة عند الله، هذه المسبات وهذه الجرائم والقتل الذي تسببت به عائشة وسفك الدماء، هذا مو مشكلة، نطوفه نمرره. أما إذا واحد يطلع الآن ويسب عائشة بما فيها، ينتقد عائشة بما فيها، يجرح عائشة بما فيها، تقوم عليه دنياه. لما هذه الازدواجية في المعايير؟ فليكن عندك معيار واحد حتى تحترم. عائشة سبت أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، ونزل في ذلك قرآن، قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه آية افتح على تفسيرها في تفاسير أهل الخلاف، شوف ماذا يقولون، تجد في تفسير الواحدي وتفسير النيسابوري، تفسير الواحدي النيسابوري وتفسير القرطبي، وهذا اللفظ الذي أخذته من تفسير القرطبي وهو من أشهر تفاسير أهل الخلاف، يقول: قال المفسرون في تفسير هذه الآية وبيان سبب نزولها: نزلت في امرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم سخيرتا من أم سلمة، وذلك أنها ربطت خصريها بسبيبة
وهو ثوب أبيض، أو بسبيبة وهو ثوب أبيض، وسدلت طرفيها خلفها فكانت تجرها. أم سلمة لبست هذا اللباس الذي كان متعارفا آنذاك. فقالت عائشة لحفصة، هو يقول رضي الله عنهما، هو يقول، فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما على تعبيره: انظري ما تجر خلفها كأنه لسان كلب. فهذه كانت سخريتهما، يعني كانت تشبه السيدة الجليلة المؤمنة الطاهرة أم المؤمنين حقا أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، بل سلام الله عليها، بأنها كالكلب في مشيتها والعياذ بالله. أيضا نقرأ في سنن أبي داود في الجزء الثاني الصفحة 450 عن عائشة قالت، عائشة تعترف بأنها سبت صفية زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله بكلمة الراوي عن عائشة ما تحمل تلك الكلمة، فشال الكلمة وضع محلها كذا وكذا. دقق جيدا، الراوي الذي يروي عن عائشة، عائشة كانت تقول أنا سببت صفية بأنها كذا بنت كذا مثلا، ولكن الراوي ما تحمل من بشاعة الكلمة والمسبة، ما تحمل فشال الكلمة وقال كذا وكذا. رسول الله سمع تلك الكلمة من عائشة فقال، ما مضمونه؟ أنه هذه الكلمة منك من شدة وساختها وقذارتها لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني ماء البحر إذا جيبا خليه على كلمتك القبيحة القذرة هذه لا يكفي لتطهير هذه الكلمة، كلمتك هذه تسبب أن ماء البحر يتلوث. هسه أنت بس تخيل أنه شنو الكلمة التي قالتها عائشة لصفية، أية كلمة؟ ما نعرف، واقعا ما نعرف، لأنه الرواة ما تحملوا. اقرأ سنن أبي داود الجزء الثاني الصفحة 450 عن عائشة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وآله: حسبك من صفية كذا وكذا. شنو كذا وكذا؟ شايلها إما أبو داود شايلها، إما واحد من الرواة شايلينها، شايلين، ولكن تتمت الرواية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لما سمع هذه الكلمة من عائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لو هذه كلمتك توضع في البحر للوثت البحر كله، لنجست البحر كله. تخيل أية كلمة هذه. الآن عرفنا أن عائشة كانت سبابة ذات لسان قذر، ماذا كانت تفعل؟ كانت تفعل الغيبة لما تشبه أم سلمة بأنها تجر لسان كلب والعياذ بالله، ولما تطعن في صفية بتلك الكلمة، هذا من وراء تلك المرأتين. هذه حسب الشرع الإسلامي غيبة، فمعنى هذا أن عائشة كانت تأكل لحوم غيرها. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لاحظ في مسند أحمد في الجزء الأول الصفحة 257 رواية تفيد أن عائشة بناء على هذا، بناء على كونها كانت تستغيب الناس وتطعن فيهم بسوء الألفاظ بأقبح الألفاظ، تفهم أن عائشة الآن في النار. لماذا؟ هو أحمد بن حنبل إمام فرقة الحنابلة هو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنه نظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف. رسول الله يقول أنا نظرت في النار فرأيت قوما يأكلون الجيف، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال جبريل: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. الذين يأكلون لحوم الناس في الغيبة، الله عز وجل يجعلهم في النار في جهنم يأكلون الجيف. نعرف من هذا الآن أن عائشة، والله أقسم بذلك، عائشة الآن في النار تأكل الجيف الآن،
والله يحاسبني على هذا القسم، وإلا عليكم يا أيها المخالفون أن تكذبوا بصحاحكم. أثبتتم أن عائشة كانت تغتاب، والمغتاب آكل للحم أخيه، والآكل للحم أخيه الله عز وجل في النار بناء على رواياتكم وحديثكم الله يجعله في النار يأكل الجيف. إذن عائشة اليوم في النار تأكل الجيف. هكذا يثبت أن عائشة في النار ولا تأكل الجيف فقط. أستطيع أن أقول هكذا أن عائشة اليوم في النار معلقة من رجليها بالمقلوب الآن عائشة، ولا تأكل فقط الجيف وإنما تأكل لحم جسدها، هي تأكل لحم جسدها الآن. هذا ينقلنا إلى البرهان الثالث، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا أمر من السماء، من السماء، أن عليكن يا زوجات رسول الله أن تقررن في بيوتكن، لا تخرجن إلا للضرورات، ضرورات تشارفين على هلاك وما أشبه تخرجين، أما تخرجين من بيتك تحرضين على إمام زمانك حجة الله على خلقه وتدعين إلى أن يقتل وتضعين جوائز على ذلك. اقرأوا التاريخ، عائشة وضعت جائزة مالية لمن يأتيها برأس علي بن أبي طالب، وتتسببين في سفك الدماء. وليتك خرجت هكذا، لا خرجت متبرجة، يعني هم لم تقر ببيتها وهم ما التزمت بقول الله تعالى أنه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، خرجت متبرجة. اقرأوا التاريخ أيضا، كانت تخرج متبرجة، ونقلت لكم في محاضرة سابقة أنها حينما كانت تذهب إلى الحج كانت تتبرج، تلبس ثيابا حمراء أو وردية اللون أو زهرية اللون، وتلبس خواتم من ذهب، وكما يقول الألباني كانت ترفع صوتها حتى يلتفت الرجال إليها. هذا أم المؤمنين، أم المؤمنين هكذا تكون، كانت تتبرج وتخرج. وهذا الأمر حذرها منه رسول الله صلى الله عليه وآله، كما نقرأ في إرشاد القلوب للديلمي وكشف اليقين للعلامة الحلي عن حجة التفضيل لابن الأثير، في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله جلس مع أزواجه وحذرهن أنه من بعدي عليكن أن تلزمن ظهر الحصير، تقعدون في بيوتكم لا تخرجون، لأنه الله أمركن بذلك، وقرن في بيوتكن ولا تخرج ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإياكن حذرهن، كلهم قعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، كل النساء نسائه، إياكن أن تخرجن على وصي علي بن أبي طالب. عائشة في ذلك الحديث تكلمت، قامت فقالت يا رسول الله ما كنا لتأمرنا بشيء فنخالفه إلى ما سواه، فقال لها بلى يا حميراء. أعرف، هو هذا التحذير موجه لك أصلا، سبب نزول الآية هذه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الله أنزلها تحذيرا لعائشة إتماما للحجة عليها. فقال صلى الله عليه وآله لها بلى يا حميراء قد خالفت أمري أشد الخلاف، وأيم الله، يعني أقسم بالله، لتخالفين قولي هذا ولتعصينه بعدي، لتعصين أمير المؤمنين بعدي، ولتخرجين من البيت الذي أخلفك فيه متبرجة. ما رح تخرجين هم خروجا عاديا، ستخرجين متبرجة، قد حف بك لفيفة من سفهاء الناس، من سفهاء الناس. إذن عائشة كما ثبت خرجت من بيتها، لم تقر في بيتها، وهذا الخروج أسألكم هل كان بإذن رسول الله؟ لم يكن بإذن رسول الله، رسول الله أمرها بأنه من بعدي تلزمن ظهر الحصير، خلص تقرين في البيت، هذا أمر الله،
لم يكن بأمر رسول الله ولا بأمر الله، خرجت من بيتها بدون إذن زوجها، بدون إذن الله، وخرجت متبرجة. زين، ارجع معي إلى الحديث الذي رواه الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه عن الإمام الرضا عليه السلام، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ذلك الحديث الذي تحدث فيه رسول الله عما رآه حينما عرج به إلى السماوات ودخل إلى النار، أو مر على النار ورأى من يعذب فيها. ماذا قال رسول الله في ذلك الحديث؟ قال: ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنور من نار. ثم يقول: وأما المعلقة برجليها، من هذه اللي علقوها بجهنم من رجليها؟ وأما المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها. عائشة ما دام ثبت عندنا أنها خرجت من بيتها بغير إذن زوجها، رسول الله حرم عليها الخروج من بعده صلى الله عليه وآله، ونزل في ذلك القرآن. إذن عائشة اليوم لأنها نقضت هذا الحكم وخرجت من غير إذن زوجها صلى الله عليه وآله وخلافا لأمره وعصيانا، إذن هي اليوم معلقة برجليها في النار، معلقة من رجليها. ويقول النبي صلى الله عليه وآله أيضا: ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها. من هي هذه المرأة؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله: وأما التي تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس. هذه التي تتزين للناس، تتزين لغير المحارم من الرجال، للأجانب، هذه المرأة في جهنم الله عز وجل يجعلها تأكل لحم جسدها. وعائشة ثبت لدينا أنها خرجت من بيتها من غير إذن زوجها، وخرجت متبرجة كما ثبت. فطبق هذا الحديث على فعل عائشة، تعرف أن عائشة اليوم في النار وأنها معلقة فيها من رجليها تأكل لحم جسدها وتأكل الجيف. هذه هي سيدة نساء أهل النار لعنة الله عليها. اليوم نحن نفرح وندخل بهذا الفرح والسرور، ندخله على قلوب رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرين صلوات الله عليه. في هذا اليوم انتقلت عائشة إلى العذيب وإلى العذاب والجحيم الأبدي. في هذا اليوم يحق لنا أن نفرح، في هذا اليوم يحق لنا أن نسر. ووصيتي إليكم أيها الأخوة، من له حاجة خاصة إذا كانت مستعصية فليجرب هذا الشيء، وإذا حصل حاجة خلي خابرني، خلي خابرني. ليش؟ لأنه راح أقرره بذلك، راح أقول له شنو صار. هذه الليلة تروح إلى البيت إن شاء الله وتصلي صلاة ركعتي الشكر لله عز وجل على انتقال عائشة إلى النار، واطلب حاجتك وشوف أنه ما تنقضي الحاجة. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.